بوريك موقع رهيب يستخدم الذكاء الاصطناعي بالرسم. انك تختار اللون اللي انت تبيه وبعدها ترسم الشيء اللي انت تبيه. على سبيل المثال انا برسم بهالطريقة، بعدين تطلع لك بالاعلى هني رموز من الشيء اللي انت ممكن تقصده، فراح اختار هني الشمس على سبيل المثال، بعدين تقدر تغير الحجم وتغير مكانها، ترسم شيء ثاني، تقدر تلون ايضا، او حتى ابسط الرسوم ممكن يعطيك عليها اقتراحات وتحول رسمك الى شيء احلى. كمية الرسوم اللي ممكن يتعرف عليها كثيرة جدا وبطريقة جدا جدا سهلة. لاحظوا لابسط شيء ممكن يعطيني خيارات كثيرة للرسم اللي انا سويته. واذا رحت للاعلى هني ضغطت على الخطوط الثلاث تقدر تسوي داونلود وتحفظ الصورة كPNG بجهازك. عطونا رايكم بالاسفل، ممكن تستفيدون من هذا الموقع او لا.